أختم الآن بالعودة إلى تونس. لا يمكن أن تخرج تونس من أزمتها إذا لم يوجد رجال ونساء يفهموا أن منزلة تونس هي بالأساس دبلوماسية وليست عسكرية وليست اقتصادية. والدبلوماسية تعني أنه ينبغي أن يكون لنا رجال من نوع السعالبي وبرقيبة. يعني السعالبي يؤمن بالأصالة ولكن ليس معادي للحداثة، وبورقيبة يؤمن بالحداثة ولم يصبح معادي للأصالة إلا لأن مصر دفعته لذلك. أي إن أعداء بورقيبة هم الذين جعلوه عدو للإسلام. من هم أعداء بورقيبة؟ اليسار والقوميين. اليسار والقوميين هم كانوا أعداء بورقيبة، ما كانوش الإسلاميين أعداء بورقيبة. ما كانوش الإسلاميين أعداء بورقيبة. يعني بورقيبة فر بالإسلام لأنه ما لقاش سند من الإسلاميين لتحقيق الصلح بينه وبين الثعالبي. أنا شخصيا نعتقد أنه لن ينجح في الانتخابات القادمة في تونس إلا إنسان يعلن أنه يريد أن يحقق الصلح بين بورقيبة والثعالبي. يعني بين الحداثة والأصالة. بين الحداثة والأصالة، بين هوية تونس وبين ضرورات تونس. هوية تونس أنها عربية إسلامية، برك فرد حر كفرد، لكن هوية البلاد. وضرورات تونس أنها تكون صديقة للجميع وليست خاضعة لأي أحد، لا للجزائر ولا لليبيا ولا لمصر ولا للمغرب ولا لإسرائيل ولا لإيران. وهذا ممكن، وعندنا رجال قادرين على ذلك بشرط أن يجتمعوا وأن يتفقوا فيما بينهم، بدلا من يهبطوا يجروا كل حد طمعان باش يولي رئيس دولة ويوصل حتى حد، يتفقوا على سنين يقبلوا هذا المبدأ، هذين المبدأين. يعني إذا كان حداثيا يؤمن بما يؤمن به سعاد، يعني الأصالة بورقيبة والأصالة، وإذا كان أصاليا يؤمن بما يؤمن به بورقيبة، يعني بورقيبة والسعاد. إذا اتفقوا على زوز من الناس سيسقط. أنت معني بترشح دكتور؟ لا أبدا. إذا كان عرضوا عليك باش تترشح؟ أبدا. نجم تقول أنت الشخصية التوافقية اللي تجمع بين الأصالة والحداثة؟ أنا قادر، لكن ما عمري لا يسمح لي. أنا من لا ألعب بمستقبل تونس. أنا قربت من 80 سنة ولا أستطيع أن أعمل أكثر من 10 ساعات في النهار. رئيس دولة يجب يعمل على الأقل 15 ساعة في النهار. ولذلك لكي يخرج تونس أولا من وضعية، أخشى إن نجح المنقلب أن تونس ستصبح أفسد مما عليه حال الغزاويين، ستجوع وستصبح فضيحة في العالم، تطلب في الخبز. نحن الآن بعد نطلب في الخبز ونطلب في السكر ونطلب في الزيت ونطلب في كذا، باش يجي لحظة ولو نطلب في الخبز. يعني أكثر من وضعية يلقاها بورقيبة في تونس. بورقيبة يلقاها في تونس إيش كان؟ ما كانتش تجينا شكاير من أمريكا فيها السميد، كانت ولا لا؟ باش نرجعوا لها. لو ينجح سنرجع لذلك. شكرا لك دكتور أبو يعرب المرزوقي على كل ما أفدت به. شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من لقاء خاص. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، وإن شاء الله رمضانكم مبروك.